وللحديث عن تصاعد حملات التشويه والكراهية للإسلام ومسلمي أوروبا معنا من لندن عبر الخط الهاتفي الداتوك أحمد عامر استشاري العلاقات الدولية، مرحبا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي إليكم ولمشاهدينكم الكرام. حياكم الله. لنبدأ من حيث إقامتك سيد أحمد، المملكة المتحدة بعد الضجة التي أثارها معلم في بريطانيا، لماذا تعود حملات التشويه للإسلام والمسلمين؟ سؤال مهم جدا. ما أدري، لو نبدأ من انتخابات عمدة لندن وانتخابات البلديات في لندن التي هي بعد غد، اليوم نحن 4 أبريل، بعد غد 6 أبريل، انتخابات عمدة لندن وانتخابات البلديات، وهنا تكون في إجابة، وإجابة مهمة جدا على هذا السؤال. عمدة لندن الذي يحكم لندن حاليا وهو يعد الشخصية الأكبر في بريطانيا بعد رئيس الوزراء هو السيد صادق خان، مسلم أسيوي من أصول باكستانية، مصلي الرجل، يذهب للمسجد بصفة دائمة، المسجد بجوار بيته، كان وزير في أكثر من حكومة في عهد حكومة العمال عندما كان توني بلير رئيسا للوزراء هو كان وزير، وعندما كان جولدن براون رئيسا للوزراء أيضا كان وزير. شخصية مرموقة، وانتخابات بعد غد سيرشح حزب العمال مرة أخرى السيد صادق خان الأسيوي من أصول باكستانية المسلم، سيترشح مرة أخرى. من سيترشح أمامه من حزب المحافظين؟ هل سيترشح أمامه مرشح أبيض إنجليزي من أصول إنجليزية أو آيريش أو سكوتش؟ لا، هذه المرة الانتخابات بين رجلين كلاهما جاءوا من أقليات. سيد صادق خان مسلم من أصول باكستانية من الجالية الأسيوية يترشح للمرة الثانية تحت حزب العمال، وأمامه مرشح أسود من حزب المحافظين أيضا من الأقلية. ماذا نفهم من ذلك دكتور؟ نفهم شيء مهم جدا. التقرير الذي تفضلتم به صحيح، وصحيح 100%، سؤالك بالضبط في محله، ولكن التناقض هنا يبرز في التالي. أعداد المسلمين وأعداد الملونين تزداد وتزداد جدا في أوروبا، في نفس الوقت نجد ازدياد كبير في العنصرية التي أنت تحدثت عنها. هذا الازدياد ملموس جدا في فرنسا، والصراع بين اليمين واليمين المتطرف، الصراع اللي موجود في بعض الدول الاسكندنافية وغيرها من أوروبا الشرقية أيضا، ورأينا كيف تعاملهم مع المهاجرين حتى تأتي إلى بريطانيا. الذي أنت تفضلت به في بريطانيا واقع، هذا الواقع يختلف عن الانتخابات التي بعد غد. عندما يستقيل السيد مستشار رئيس الوزراء مستشار تين داونينج ستريت، هذا المستشار الوزير ذو اللون البشرة السمراء، يستقيل بعد خروج التقرير الذي يتحدث أن ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن التعامل مع العنصرية، التقرير أثبت أن المؤسسات تعمل بشكل جيد وأنه لا يوجد ذيك العنصرية في المجتمع. رئيس الوزراء أراد أن ينأى بنفسه عن التقرير وقال هذه لجنة مستقلة، ولكن السيد مستشار رئيس الوزراء وهو من الوزراء المسؤولين تين داونينج ستريت استقال. علق حزب المحافظين وقال إنه استقال لأنه وعد بالاستقالة من قبل ذلك وليس من أجل التقرير. لكن استقالة الوزير يوم صدور التقرير لا تعني إلا إجابة واحدة، وهو أنه يوجد فعلا عنصرية في المجتمع، وأن الوزير الأسود في حزب المحافظين. السؤال الذي يطرح الآن دكتور، ما الذي يعزز هذه العنصرية؟ هل الحكومات والأحزاب لها علاقة بتعزيز هذه العنصرية، أم أن هناك منظمات أو أحزاب ما تقوم بهذا الدور؟ طبعا نحن لا نتحدث عن أوروبا كلها بصفة عامة بنفس النظرة، هناك دول تحترم وفيها إسلاموفوبيا أخف قليلا من فرنسا على سبيل المثال، التي كانت لديها بعض الإجراءات مؤخرا تعبر عن وجه من العنصرية. هذا سؤال مهم ومهم جدا. ابتداء أغلب البلاد الأوروبية، إن لم تكن كلها، كل البلاد الأوروبية فعلا يوجد فيها أحزاب
يوجد فيها جمعيات، يوجد فيها مؤسسات تدعو لعنصرية بالغة. عندما ارتأت أن الملونين أعدادهم أصبحت في ازدياد، أعداد المساجد في ازدياد، أعداد المصلين في ازدياد، المحجبات الذين يذهبون للصلوات، بدأ عنصريين من الجانب الآخر أيضا ضد هذا اللون الذي أصبح ملموس في المجتمع. وهذا ليس ضد المسلمين فقط، غالبا ضد المسلمين بسبب المساجد والحجاب وما إلى ذلك، لكن أيضا بسبب الملونين كملونين، فأصبح في عنصرية ضدهم، وفي عنصرية في أوروبا الغربية ضد الذين جاءوا من أوروبا الشرقية للعمل بأسعار رخيصة في أوروبا الغربية. نعم. ولكن أرجع وأقول إن المسلمين أكثر. لكن عندما نأتي للشق الآخر من السؤال الذي أنت تفضلت به، نعم، وهل تشارك بعض الحكومات أو بعض المؤسسات شبه الحكومية في ذلك؟ للأسف الشديد أن بعض الدول هذا ملموس فيها. عندما نرى في فرنسا الآن يعني صراع بين اليمين واليمين المتطرف، السيد الرئيس الذي يقف موقف متشدد جدا هو ووزير داخليته، واضح أنه موقف متشدد ضد المسلمين وضد المساجد وضد الإسلام، بل ضد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونرى هذه الصورة الصعبة في بلد فيها أكبر عدد المسلمين في أوروبا تقريبا في فرنسا. نعم. فأنا أقول هذه هنا عنصرية موجهة. لما تأتي لبعض البلدان الأخرى نقول أن توجد جمعيات أو منظمات تدعو لذلك، والحكومة تحاول أن توازن حتى نخرج من هذا الواقع المنصور. تمام. طيب دكتور، يعني نحن عندما ننظر إلى هذا الملف نجد أن هناك تناقضا ما بين ما تصرح به تلك الدول من احترامها للآخر وللأديان وكذا، وأن نحن نعرف يعني أن الديمقراطية والحقوق والحريات تشع من الغرب، وفي المقابل هناك ممارسات على أرض الواقع تنافي هذه الشعارات. كيف تفهمون ذلك أو كيف نفهم ذلك؟ أنا أتفق معك 100%، ولكن يوجد هذا التضارب، وهذا التضارب واضح جدا وجلي. خلينا نتكلم أنت عن بريطانيا، خلينا نذهب لألمانيا الآن مثلا. أكبر دولة استطاعت أن تفتح أبوابها للمهاجرين من سوريا كانت ألمانيا. قبل ذلك هي أكبر بلد استطاعت تفتح أبوابها أيضا للمهاجرين أو اللاجئين من العراق من قبل، للأكراد من قبل، لبعض الصوماليين والذين جاءوا من القرن الإفريقي كانت ألمانيا. أنا أظن أن ألمانيا كسياسة حزب المستشارة ميركل كان منفتح جدا على الجاليات وعلى الهجرة، وأن الهجرة تثري المجتمع. كانت الهجرة هذه من المسلمين أو من غير المسلمين، من أوروبا الشرقية أم من إفريقيا، وهذا كان جيد. ولكن توجد أيضا أحزاب أخرى حاربت المستشارة ميركل وحاربت هذا التوجه. نعم. أما أغلب الدول الأوروبية، وأنا أريد هنا أن نقف عند أغلب الدول الأوروبية، فتقف ضد الهجرة ككل الهجرة. الهجرة إن كانت من المسلمين، إن كانت من العرب، إن كانت من إفريقيا، حتى إن كانت من أوروبا الشرقية لأوروبا الغربية، توجد إشكاليات وإشكاليات كبيرة تتفاوت من دولة أوروبية لدولة أوروبية أخرى، برغم أن أعدادنا كمسلمين تزداد وتزداد جدا طبعا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الأزمة السورية. نعم. أعدادنا تزداد، أيضا أعداد المسلمين بالتناسل. إحنا عندما نرى من جالية البنغالية أو الجالية الصومالية أو الأكراد عندهم أطفال أعداد كبيرة جدا، ما يمكن. نعم. أي أسرة أوروبية لديهم مثل هذا العدد من الأطفال. فأعداد صحيح. المسلمين أيضا تزداد، أعداد الملونين تزداد. وأرجع لما بدأت به حديثي، أن كلا الحزبين، حتى حزب المحافظين. نعم. الحاكم. نعم. الذي يدفع في الجانب الأبيض قدم مرشح أسود في انتخابات عمدة لندن. وصلت الفكرة دكتور داتوك أحمد عامر، استشاري العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن، شكرا جزيلا لك.